أهلا بكم. ما دلالات استعراض ميليشيا الحشد في ذكرى تأسيسها 8 بمباركة إيرانية؟ وماذا يعني حضور السفير الإيراني استعراض ميليشيا الحشد مع رئيس الحكومة الحالي في العراق مصطفى الكاظمي؟ ما الغايات الحقيقية وراء استمرار ميليشيا الحشد في العراق رغم أن المنظمات الحقوقية الدولية وثقت جرائم جم كثيرة ارتكبتها ميليشيات الحشد من قتل وتغييب قسري في جرف الصخر والأنبار وصلاح الدين والموصل وغيرها، وقتل المتظاهرين أيضا المتظاهرين السلميين وتغييبهم في غياهب المعتقلات السرية والعلنية. سيكون معي في هذه الحلقة العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام. مرحبا بك. مرحبا. أهلا وسهلا. وأيضا الدكتور هلال الدليمي الأكاديمي والباحث السياسي ضيفي عبر الهاتف. دكتور هلال مرحبا بك. وأيضا سيكون معي عبر سكايب الأستاذ علي الصاحب رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية. أستاذ علي مرحبا بك. أهلا ومرحبا حياك الله. إذن قبل أن نبدأ الحوار نشاهد مشاهدينا الكرام معنا هذا التقرير، كونوا معنا. ميليشيات الحشد في العراق تستعرض بأسلحتها التي طالما استخدمتها في قتل وتهجير العراقيين منذ 8 سنوات مضت من تأسيسها بفتوى من السيستان ومباركة إيرانية لجعلها قوة على غرار الحرس الثوري الإيراني. ارتكبت ميليشيات الحشد طوال مسيرتها الإجرامية انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية كالقتل والإخفاء القسري وحرق وتدمير عشرات البلدات والمدن، إلا أنها تستعرض اليوم أمام رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي وعدد من زعماء الميليشيات وبحضور السفير الإيراني محمد كاظم الصادق لتكتمل الصورة وتتضح الولاءات. تسعى ميليشيات الحشد لامتلاك الأسلحة والمال لتحقيق نفوذها وسيطرتها على مفاصل الدولة وتغلغلها في جميع المؤسسات وتكوين دولة داخل الدولة للعبث بالأمن وترسيخ الطائفية ومنع النازحين من العودة إلى مدنهم بهدف التغيير الديموغرافي الذي تسعى له الميليشيات بدعم الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003. استعراض الميليشيات الموالية لإيران التي وصفها المالكي مؤخرا بأمة الجبناء رغم دعمه الكبير لها. اسم الحشد وأنا يائس من الحشد لأنه أمة الجبناء الآن سألوا عن يعيد لذاكرة العراقيين الكم الهائل من الجرائم التي ارتكبتها تلك الميليشيات وما زالت مستمرة في تنفيذ مخططاتها في إضعاف العراق بشتى الطرق لصالح إيران. المنظمات الحقوقية وثقت وطالبت المجتمع الدولي بالتحقيق في جرائم الميليشيات في جرف الصخر والأنبار وصلاح الدين والموصل وغيرها فضلا عن قتل وإخفاء المتظاهرين في ثورة تشرين، إلا أن المجتمع الدولي يقف صامتا تجاه تلك الانتهاكات دون أي إجراء حقيقي يسهم في إزاحة الطبقة السياسية بميليشياتها التي تعدت رقعة انتهاكاتها حدود العراق. إذن أبدأ معك أستاذ حاتم الفلاحي، ما السبب في تأجيل الاستعراض من شهر حزيران إلى شهر تموز وقراءتك لدلالات هذا الاستعراض استعراض ميليشيا الحشد في هذا التوقيت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لضيوفك الكرام وتحية لمشاهدي قناة الرافدين. حقيقة دعني أقول بأنه يأتي هذا الاستعراض في ظروف استثنائية يمر فيها العراق، ظروف صعبة ومعقدة جداً بسبب الانقسام السياسي الحاد ما بين القوى السياسية التي فشلت في تشكيل حكومة منذ أكتوبر الماضي عام 2021 وإلى يومنا هذا، وبالتالي كهذا الانقسام الداخلي بدأ يزداد بشكل كبير جدا بعد انسحاب نواب الكتلة الصدرية التي تعتبر الكتلة الأكبر التي فازت في هذه الانتخابات، مما جعل المشهد العراقي يزداد تعقيدا بشكل كبير جدا. من تداعيات هذه المسألة انسحاب النواب بأن الصدر دعا إلى صلاة جمعة وهذه الصلاة كانت موحدة في بغداد، يضاف إلى ذلك بأن هناك وضع إقليمي واضح بأن هناك تصعيد وهناك حراك لعدد كبير من الدول العربية وهناك قمة جرت في جدة خلال الفترة الماضية. هذا الاستعراض كان من المقرر أن يكون في حزيران التي تعتبر هي ذكرى تشكيل الحشد الشعبي،
ولكن تم تأجيلها إلى الأول من تموز، ثم بعد ذلك تم تأجيلها إلى الرابع والعشرين إلى الثاني الثالث والعشرين أو الواحد والعشرين إلى الثالث والعشرين من شهر تموز الحالي. المشكلة بأن هذا التأجيل جاء لأسباب سياسية كثيرة، من ضمنها أولاً التصعيد الذي قام به الصدر من خلال الدعوة إلى صلاة الجمعة. يضاف إلى ذلك هم كانوا بانتظار مقررات قمة جدة التي يمكن أن تكون يعني من متطلباتها هو الرد على ما يمكن أن يكون في العراق أو في المنطقة. يضاف إلى ذلك بأنه فشل الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، أيضا زاد من حدة التعقيد بشكل كبير جدا في المنطقة، وبالتالي تم تأجيله منذ حزيران ولغاية 21 تموز في هذا الشهر. أنا أعتقد بأنه هذا الاستعراض يحمل رسائل عسكرية ورسائل سياسية كثيرة، هذه الرسائل منها داخلية ومنها خارجية. أنا أعتقد على المستوى الداخلي هي واضحة جدا بأنه الاستعراض الذي جرى من قبل الولائيين أو الإطاريين بسبب انسحاب مثلا مقتدى الصدر سرايا السلام وانسحاب حشد العتبات من هذا الاستعراض يعطي دلالة واضحة على الانقسام الكبير في المشهد العراقي. من ضمن الرسائل السياسية التي أرادوا إيصالها بأن جمهور الحشد أو بأنه الحشد الإطاري هو جاهز للرد على أي تصعيد يمكن أن يكون من قبل التيار الصدري باتجاه الإطار، خصوصا بعد التسريبات التي ظهرت من قبل المالكي خلال هذه الفترة. يضاف إلى ذلك بأنه الاستعراض بهذه القوة وبهذه الأسلحة المختلفة الكثيرة والمتنوعة والثقيلة والمتوسطة والخفيفة يعطي دلالة واضحة بأنها رسائل عسكرية إلى الداخل العراقي بأننا نمتلك الكثير من القدرات العسكرية التي تمكننا من فرض سياسة الأمر الواقع، كما حصل في الكثير من القضايا في الفترة الماضية ابتداء من خلية الدورة ثم إلى قضية قاسم مصلح وصولا إلى الاستعراض الذي جرى في المنطقة الخضراء عندما تم محاصرة المنطقة الخضراء على من بسبب تداعيات اعتقال قاسم مصلح الذي كان يشغل منصب قائد عمليات الأنبار لواء الطفوف لواء 13. إذن نحن نتكلم حقيقة عن استعراض جرى خلال هذه الفترة حمل رسائل داخلية كثيرة إلى الداخل العراقي، رسائل عسكرية ورسائل سياسية. يضاف إلى ذلك بأنها ورقة تستخدم للضغط على الكرد، تستخدم للضغط على السنة، تستخدم للضغط حتى على التيار الصدري بأنه يجب القبول بما سيطرحه الإطار من مرشح إلى رئاسة الوزراء. يضاف إلى ذلك من الرسائل الخارجية هي رسائل إلى دول الجوار، وأيضا هي رسائل عسكرية ورسائل سياسية. إذن نحن نتكلم عن حقيقة عن استعراض عسكري حمل الكثير من الرسائل إلى الداخل العراقي وإلى الخارج بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم أستاذ علي صاحب رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية، هذا الاستعراض استعراض ميليشيا الحشد حمل رسائل سياسية وعسكرية إلى الداخل العراقي وتعدى حدود العراق إلى الدول المجاورة من حيث هذه الرسائل مثلما تحدث الأستاذ حاتم. يا ترى كيف تنظر إلى دلالات هذا الاستعراض مع عدم مشاركة ميليشيا العتبات وكذلك أيضا ميليشيا سرايا السلام في هذا الاستعراض؟ نعم، تحية مسائية لك ولضيوفك الكرام وللجمهور الكرام. يعني أولا هو هذا مو أول سنة يقام فيه الاستعراض مع اختلاف التوقيتات، هذا مو مهم، ولكن كمؤسسة الحشد استطاعت أن تقف إلى جانب القوات العراقية عندما تخلت عن مسؤوليتها العسكرية، ولا أقول هربت ولكن أقول انسحبت من الموصل ومن صلاح الدين ومن الرمادي، فجاءت فتوى المرجعية لكل العراقيين، لم تخصص لا طائفة ولا مذهب ولا عرق، قالت على جميع المواطنين ممن يستطيعون حمل السلاح، وتشكلت على هذه الفتوى حشود مليونية وقفت إلى جانب القوات العسكرية، والتي للأسف الشديد لم تبنى في حينها على ثوابت وطنية. نحن نعرف بأن الجيش العراقي كان جيشا قويا لا يفكر ولا في أفكاره الانسحاب أو التخلي عن مواقعه، ولكن هي المحاصصة المقيتة، وربما حتى المؤسسة العسكرية في وقتها بعد 2003 ما بنيت على سياق عسكري مضبوط، لذلك كانت أغلب القادة لا يمتلكون لا الشجاعة ولا الجرأة، وتركوا حتى أسلحتهم وفروا إلى
المركز أو إلى مدن بغداد. أستاذ علي، يعني ميليشيا الحشد يعني متهمة من قبل منظمات حقوقية ودولية وبالتوثيق طبعا بارتكاب جرائم ضد المدنيين، سواء جرائم التغييب القسري أو جرائم القتل، وكثير من الوسائل الإعلامية الغربية سلطت الضوء منها الألمانية على هذه الجرائم بكل وضوح. يا ترى يعني كيف يمكن أن يقتنع أو يقتنع الرأي العام بأن أنه فعلا تم دخول الموصل بالسيارات والعجلات وبأفراد لا يتعدون المئات، وقام بعد ذلك الحشد بتحرير هذه المدن وتحرير هذه الأماكن الشاسعة وبقتل بإحراق الجميع، سياسة الأرض المحروقة وارتكاب الانتهاكات، ومن ثم تسمى أنها مؤسسة عسكرية ساندت بل أخذت دور الجيش في تحرير هذه المناطق. شوف سيد العزيز، حتى نكون منصفين، يعني احنا حتى وان كان وان شاء الله احنا على قلب واحد باعتبارنا عراقيين او عرب او مسلمين، سمينا ما شئت، ولكن يجب ان تكون هناك شرف الخصومه. يعني انا من اقول لك انسحبوا، وانا ما اعطي ادعاء، ولكن هي منقوله. اليوم احنا المعركه تدار بالصوت والصوره، واحنا شفنا الاليات المتروكه وشفنا الانسحاب، لكن في نفس الوقت انا لا اقول لك بان مقاتلين الحشد هم ملائكه، هم ناس تدخل تكمن في نفوسهم الطمع وحب التملك وربما حب استملاك المال والآليات وربما خرجت منهم خروقات كثيرة، ولكن أنا أقول أليست الحشد تضحيات ملموسة على أرض الواقع؟ لا تزال بعض المناطق المحررة تكون، كل الاحترام لبعض الفصائل أو بعض الشخصيات أو ربما حتى بعض الشهداء الذين قدموا أنفسهم من أجل سلامة العراق وبقاء العراقيين، ولكن تقول لي ما في صفوفهم من خرق القانون، من تجاوز، من قتل، من نعم الكل حتى في صفوف الجيش. احنا قلت لك اليوم مؤسساتنا العسكريه بما انه الحكومه حكومه ضعيفه وبما انه القيادات جاءت مو باستحقاقاتها، فلهذا الخلل واضح، خلل حتى في السلوكيات. ولكن انا اتحدث عن بعض الفصائل التي قاتلت واعطت دماء واعطت جرحى، هذا كلها يجب ان تذكر. أنا لما أمر على عدوي أمر أذكر سلبياته وأمر أذكر إيجابياته. الحشد الشعبي أقرت له الميزانية البرلمان العراقي، ولكن تقول لي ما أكو به خروقات؟ لا، به خروقات كثيرة، باعتبار أولا هو ما كان جاء من مؤسسة عسكرية يعني معسكرة الضبط أو كذا، وإنما هي فتوى فهبت الجموع، منهم من جاء من أجل المغانم، منهم من جاء من أجل الوطنية، هذه كلها تحسب له وتحسب عليه. طيب، لكن أنا أقول اليوم كل من دافع على أرض العراق بنية صادقة هو عند الله مقاتل، وعند الله إن ذهب إلى الآخر فهو شهيد. أما الذي امتدت يده أو تجاوزت على أخوه العراقي سواء بالتغييب أو سواء بالقتل سيلقى عذابا عسير عند ملك لا يفرط بأي حق من حقوق الناس. اليوم الحشد الشعبي متشتت، أنا أقول لك حتى قياداته حتى مرجعياته، هناك من ولاءه لخارج الحدود، هناك من ولاءه لبعض المراجع الدينية في العراق، لكن على كل حال هو استطاع أن ينهينا من مرحلة كانت تحصف بالبلاد. أنت تعرف حضرتك داعش وصل على أطراف بغداد، يعني لولا هذا الجموع المتطوعة لكان الوضع قد اختلف كثيرا. أنا لما الضابط العسكري اللواء والأستاذ ضيفك هو أيضا ضابط عسكري، لما يعوف رتبته ويفر هاربا إذا فتح الطريق أمام العدو، فكل من حل محله بأي نية كانت وقاتل له من الله الحسنى. طيب، أما تقول لي لا توجد خروقات، الكل واضح وهي مشخصة ومعروفة، منهم من غيب ومنهم من احتقل ومنهم من قتل بدون ذنب. هذا الوضع العراقي وضع كما قال ضيفك العزيز وضع شائك ومربك. احنا اليوم نمر بأسوأ مرحله سياسيه مر بها العراق منذ عشرينات القرن الماضي، لم نشهد هكذا اضطرابات، ولكن هكذا الوضع. اليوم احنا عندنا عدو يتربص بنا من الداخل ومن الخارج. ابقى معي استاذ علي لو سمحت، اذا سمحت لي. نعم. فقط ننتقل بالسؤال للاستاذ حاتم الفلاحي. استاذ حاتم، يعني الحشد يعني تم تشكيله بفتوى المرجعيه بعدما جرى في العراق من دخول داعش
أو ما يسمى بانسحاب الجيش أو كما تسميها أنت. هل فعلا هذا الأمر ليس له علاقة بإيران في حين يكون السفير الإيراني مع رئيس الحكومة في العراق يدا بيد لحضور أي استعراض لميليشيا الحشد؟ نعم، بداية دعني أوصف الأمر طيب بشكل صحيح. يعني تشكيل ميليشيات الحشد الشعبي منذ البداية كان على أسس طائفية حقيقة. يعني المرجعية الدينية التي أفتت بالجهاد الكفائي لم تقل اذهبوا وشكلوا ميليشيات خارج إطار القوات المسلحة، وإنما قالت يجب دعم الأجهزة الأمنية من شرطة وجيش ومساعدتهم للقيام بواجباتهم الدفاع عن العراق. ولكن هذه الفتوى تم استغلالها من قبل المالكي ومن قبل قاسم سليماني ومن قبل قادة الحشد ليقوموا بتشكيل ميليشيات خارج إطار القوات المسلحة في تقاطع واضح مع المادة 9 من الدستور العراقي الذي صدر عام 2005 والذي يحظر تشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة. هذا أولا. المسألة الأخرى، عندما الجيش لم يقم بواجباته في الموصل، من يتحمل مسألة إعادة بناء الجيش بعد عام 2003؟ ألا تتحمل الحكومات التي شكلت مسألة عدم بناء الجيش على أسس صحيحة بعقيدة عسكرية صحيحة؟ يعني الجيش عندما بني بالأساس على دمج الميليشيات التي كانت تقاتل مع إيران لمدة أكثر من 8 سنوات في بنية الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية مرة أخرى. إذن نحن منذ البداية كان البناء خاطئ، وبالتالي هذه المعطيات توصلك إلى نتائج خاطئة في مسألة بناء المؤسسة العسكرية على أسس صحيحة في ظل هذه التحديات التي يمر بها العراق بعد عام 2003. يضاف إلى ذلك بأنه عندما نقول المرجعيات، الحشد يتبع من مرجعيات متعددة. هناك مرجعيات دينية، هناك فصائل مسلحة تتبع الخامنئي كمرجعية دينية، وهناك من يتبع الصدر، وهناك من يتبع حسن نصر الله، وهناك من يتبع مرجعيات أخرى في العراق، يعني وهناك من يتبع مرجعيات النجف. إذا نحن نتكلم عن مرجعيات متعددة، هذه المرجعيات هي التي تتحكم في ميليشيات الحشد الشعبي. والدليل على هذا بأن الكثير من قادة الميليشيات عندما يتكلمون يقولون بأننا ننفذ ما يملى علينا من قبل المرجعيات الدينية وليس المرجعيات العشائرية. إذا جئنا الآن إذا مسألة الحشد الشعبي، عندما أصدر رئيس الوزراء أمرا بتولي رئاسة أركان الحشد الشعبي من قبل ضابط عراقي برتبة فريق ركن اسمه محسن الكعبي بهذا المنصب، ويرفض الحشد الشعبي تولية أو تنصيب هذا الرجل في هذا المنصب، عندما يصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمرا بانسحاب لواء 30 من مناطق سهل نينوى ويرفض الحشد الشعبي الامتثال لهذا الأمر، إذن نحن نتكلم عن ميليشيات لا تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة. والدليل على هذا عندما تم اعتقال قاسم مصلح في محافظة الأنبار، قامت هذه الميليشيات بتطويق المنطقة الخضراء، وعندما قاموا باعتقال خلية الدورة قاموا أيضا بتصعيد عسكري غير مبرر، ثم أجبروا الحكومة على إطلاق سراحهم ووضعوا صورة القائد العام للقوات المسلحة على الأرض ليطعونها بأقدامهم، ثم يتكلمون عن مسألة إن الحشد يتبع القائد العام للقوات المسلحة الذين طبعا هم هددوه بقطع أذنه. هذه مغالطة كبيرة. يضاف إلى ذلك بأنه قائد القوة الجوفضائية الإيرانية عندما خرج في المؤتمر الصحفي ليتكلم عن الضربة الصاروخية التي وجهت إلى قاعدة عين الأسد في العراق وقاعدة حرير في أربيل ردا على مقتل سليماني، طيب، وضع علم الحشد الشعبي خلفه، وهذه دلالة واضحة على أن الحشد الشعبي يتبع إلى إيران وهو جزء من الحرس الثوري الإيراني. نحن الآن عندما تمر الشعوب أو تمر البلدان في مرحلة خطر يتم الاستعانة بالعشائر ويتم الاستعانة بالشعف، ولكن هذه القطعات التي يتم تشكيلها عندما تنتهي هذه المرحلة من الطوارئ يتم إعادة الجميع إلى وظائفهم وينتهي دورها كما حصل في الجيش الشعبي في عام 1980 إلى عام 1988. ولكن ما جرى من بناء جيش عسكري موازي إلى القوات المسلحة
ويقوم هذا الجيش الآن بالاحتكاك أو بالتسليح أكثر مما موجود في أنا أعتقد بأن هذه مشكلة كبيرة جدا أصبحت تهدد الأمن القومي العراقي قبل أن تهدد دول الجوار في هذه القضية. عندما نتكلم عن ميليشيات تقاتل في سوريا وميليشيات تقاتل في اليمن، ثم نتكلم عن ميليشيا حشد شعبي تابع للقائد العام للقوات المسلحة، لا، هذا إشكالية كبيرة جدا. لماذا خرج حشد العتبات من الحشد الشعبي؟ لأنهم أحد الملاحظات اللي موجودة عليهم تدخلهم في السياسة وفي التجارة وتبعيتهم إلى إيران. لماذا خرج الصدر أيضا من الحشد الشعبي ولم يدخل في الهيئة ولم يشارك في الاستعراض لا الأول ولا الثاني؟ أيضا لأسباب معروفة. اسمح لي أستاذ حاتم، فقط أن أرحب بالدكتور هلال الدليمي الأكاديمي والباحث السياسي ضيفي عبر الهاتف. دكتور هلال مرحبا بك. عليكم السلام. أهلا وسهلا. بلا شك دكتور هلال، هذا الاستعراض لميليشيا الحشد يجري في أجواء يعني محمومة، في أجواء متوترة، في أجواء صراع سياسي، في أجواء تهديدات وتراشق بالتهديدات وتراشق بالألفاظ. عندما يتحدث المالكي ويقول ويصف الحشد بأنه أمة الجبناء، عندما يتسرب له عدة تسجيلات في نوع من التراشق والصدامات والتحدي من أجل النفوذ والسلطة والاستحواذ على السلطة، يا ترى في ظل هذه الأجواء من الصراع السياسي كيف تنظر إلى هذا الاستعراض الذي يحمل ما يحمل من رسائل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناة الرافدين. أولا، ما أسس على باطل فهو باطل. الجيش، الدولة، الحكومات التي أتت متوالية مع الاحتلال فأسست منظومة هشة، الهدف منها خدمة المشروع الأنجلو أمريكي الصهيوني الفارسي في العراق وفي الشرق الأوسط. ثانيا، ما شهدناه أنه الحشد الشعبي أتى بفتوى معروفة من صممها ومن دعمها، وفتوى طائفية بامتياز، وهي تتبع مرجعيات مختلفة ولا وخارج العراق. والدليل ما تفضل به ضيفيك الكريمين والأستاذ حاتم مشكورا فصل تفصيلا دقيقا عن هذا. إذا كان الأمر عراقيا لماذا تذهب الميليشيات في سوريا؟ إذا كان الأمر عراقيا لماذا تتبع الميليشيات إلى مرجعيات خارج الحدود العراقية؟ إذن هي جزء من المشروع الإيراني في العراق الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مشروع تدمير العراق. وإذا رجعنا بقضية الانسحابات العسكرية والتشكيلات العسكرية، الولايات المتحدة الأمريكية عندما احتلت العراق ما جاءت لتبني دولة، جاءت لتهدم دولة. فبالتالي هذا البناء الهش الذي شكل منه ما يسمى الجيش العراقي بني على أساس التوافق الطائفي ودمج الميليشيات التي كانت تقاتل العراقيين 8 سنوات ولا خارج العراق، ولا زالت تتغنى بولاء خارج العراق. الأمر الثالث، أن الاستعراض الذي أتى في ظروف حرجة في العراق بعد فشل حكومات الاحتلال المتعاقبة على بناء العراق كبناء دولة، وأصبحت العمليات التقاذف بالاتهامات وكلهم وجميعهم صادق، لأنه عندما يختلف اللصوص تتبين فضائحهم. أنا أقصد أنه هنا العمليات هذا الاستعراض أتى على نتيجة للضغط الذي وجهه الشعب العراقي وفشل هذه الحكومة في تشكيل هذه الأحزاب التي يكون ولاؤها خارج العراق، ولا يمكن أن تسمي لي حزبا أو جهة شاركت بالعملية السياسية منذ البداية لحد أن ولاؤها للعراق بحق بصدق. القضية الأخرى التي يجب أن نقف عندها بشكل كامل هو ما هو دور المشروع الإيراني في الميليشيات ولمن تعمل الميليشيات. العراقيون خرجوا في تشرين في كل مناطق العراق ورفضوا ما يسمى الميليشيات التابعة لإيران وولاؤها لإيران. إذن أنا عندما أتحدث عن عراق أتحدث عن وحدة الشعب العراقي، أتحدث عن وحدة الدم العراقي، حرمة الدم العراقي أينما كان. عندما نتحدث عن جرف الصخر تحديدا ويقال أنه هذا الأمر ليس بيد العراق وإنما بيد إيران، من المسؤول عن هذا؟ وهذا كلام ليس تجريحا لأحد، وإنما الذي يتحدث عن أن الحشد الشعبي منظمة وطنية، نعم قد يكون هناك جزء قليل منهم ذهب بهذا الاتجاه، ولكن دفع طائفي وطائفي بامتياز. لماذا لم يفتي سيد السيستاني
بمقاتلة المحتل الأمريكي الغادي لديار المسلمين، وهو هذا فرض، وهو فرض عين على أهل العراق. بماذا أعطى فتوى بعدم مقاتلة المحتل الأمريكي؟ الداعش جزء من الجزء من هذه الجزء من هذا المسلسل الذي أريد له تفتيت العراق على ثلاثة مراحل. وليسمعني المواطن العراقي، ربما أكون قاسيا، لكن هذا واقع الحال. المشروع الأمريكي الإيراني توافق تاما منذ بال2005 بتفجير العتبات المقدسة لفك القيد عن وتفتيت المقاومة العراقية ومحاربة المقاومة العراقية وتفتيت الداخل العراقي طائفيا. الجزء الثاني الانتقام من المناطق التي قاتلت المحتل الأمريكي، هذه المناطق اللي سمتها أمريكا المثلث السني، وعندما قام الحشد باحتلال هذه المناطق أحرق الأخضر واليابس انتقاما لإيران، والأمريكان كانوا يدعمون الحشد. وللعلم الحشد الذي يدعي الآن وطنيته هو كان يدفع له من الولايات المتحدة الأمريكية، من خزانة الولايات المتحدة الأمريكية. إذا نحن نتحدث عن مشروع دولي يستهدف العراق كمركز، ومن ثم انتشر حدوده إلى آخره. لكن لماذا الآن؟ لأنه أصبحت هشاشة المنظومة السياسية التي أتى بها المحتل الأمريكي ودعمتها إيران ولا زالت تدعمها. إيران تريد تحقق أهدافها الخاصة، وأمريكا تريد أن تحقق أهدافها الخاصة من خلال العراقيين، والخاسر هو المواطن العراقي. نعم، ابقى معي لو سمحت. سأعود للأستاذ علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية. أستاذ علي، نعتذر على الإطالة. يعني فيما يخص موضوع ميليشيا الحشد، متهمة بأنها تمثل أداة لإيران في المنطقة، والدليل في جميع المحافل وجميع يعني المراسيم تجد إما السفير الإيراني يحضر هذه المراسيم، وإما تجد يعني قائد من القادة الحرس الثوري الإيراني يقوم ب يعني وضع القرارات في العراق، ومن ثم يتم تنفيذ هذه القرارات. يعني والدليل أن جميع المناطق التي تحررت من داعش ترى أنها يعني لم يسمح لأهلها بالعودة إليها، كجرف الصخر وغيرها من المناطق. يراد من هذه المناطق بحسب ما يرى الكثير من المحللين حتى العسكريين أن تكون مناطق استراتيجية تتحكم بها إيران فقط لغايات ما. يعني لماذا تتهم ميليشيا الحشد بأنها أداة للتغيير الديموغرافي في إيران والذراع الثانية بعد الحرس الثوري الإيراني؟ يعني حتى أنها وصفت من قبل يعني قادة إيرانيين ومسؤولين إيرانيين أنها الحرس الثوري، ولكن يعني تحت بين قوسين الحرس الثوري الإيراني العراقي. نعم، يعني احنا بداية خلي كما قلت نكون منصفين، يجب أن نفرق بين مقاتلين الحشد الذين لبوا لداء المرجعية وبين فصائل مسلحة منفلتة خارجة على القانون أحدثت زوبعة داخل المنطقة الخضراء، وقعت على منطقة استطاعت أن تسلب أهاليها المال والحلال. هذا شيء ما يختلف على الاثنين، هذا من جانب. لكن لا، الكل لا ينكر أن هناك عراقيون هبوا وقاتلوا وراحوا المناطق وأنطوا دمائهم. حتى احنا نكون منصفين، لكن تسالني تقول لي فصائل، ماكو فصائل، لا فصائل كثيره خارجه على القانون وحتى خارجه على مرجعياتها. هاي من جهه. سيدي العزيز، لا يختلف اثنين من العقلاء على تدخل ايران السافر بالشان العراقي. وحتى ايضا نتحدث بصراحه، ليست ايران الوحيده، كل دول الجوار متدخله. اذا كان قاسم سليماني او كان رئيس الحرس الثوري يدخل إلى العراق، فوزير الدفاع التركي قبل فترة استعرض على أراضينا جنوده. العراق لأنه بلد ضعيف، لأنه قياداته منبطحة، صرنا عرضة للهاب والدام مثل ما يقولون. إيران ليست فقط تتدخل، إيران حتى قطعت المياه على العراقيين. إيران لها ربما ثأر قديم في الحرب العراقية الإيرانية، هذا ما ينكر. ولكن أنا أتحدث بمفصلية عن بعض الذين ماكو أغلى من الروح. لما يجي مواطن عراقي ويروح يقاتل ويا أخوه في المنطقة الغربية ويستشهد، هذا خلل اللي يصير عند قيادينه. وطبعا قيادات الحشد ربما هي من تتهم، وليس جد المقاتل اللي راح مقابل أنه لو ربما يأخذ 400 و500 ممكن الله وكيلك تصب حتى رواتبهم ما استلموها. إذن إحنا اليوم لا نعول أو لا نرمي الكرة ملعب الآخر. لو كان العراق لديه حكومة قوية
وقيادات عسكرية فذة ما وصلنا إلى هذا المنحدر، ما تدخلت بنا حتى أضعف الدول وأصغرها وهي الكويت، نحن نسمي الأسماء أشياء بمسمياتها، كل دول الجوار، كل دول الإقليم متدخلة بالشأن العراقي، إيران ليست جارة تحترم حسن الجوار بل تسيء إلى الجوار، وتركيا كذلك والسعودية وكل الدول. اليوم العراق لولا أن الله من عليه يمكن بعقلية بعض الشخصيات سواء كانت سنية أو شيعية واستطعنا أن نتلاحم، لا غير العراق شان وصلنا إلى حد التقاتل والتناحر. وحتى الطائفية اللي نتحدث بها ثق بالله هي طائفية سياسية أكثر ما هي طائفية شعبية أو طائفية حياتية. شوفوا إحنا لحد هذه اللحظة أكو تآخي بين كل أفراد المجتمع العراقي، أكو تحاب، أكو عمل مشترك، أكو تزاور، ولكن هي يعني أستاذ علي يعني كيف مثلا نضع اللوم على حكومة ونقول لأنها ضعيفة ترى أن جميع الدول تتدخل في العراق، في حين بشكل مباشر وصريح وواضح منذ عام 2003 القرار كله بيد إيران في العراق؟ سيد العزيز هناك بقولة لطيفة تقول لا يستطيع أحدا أن يمتطي ظهرك إلا إذا كنت إليه منحنيا. ليش القرار بيد إيران؟ ليش ما كان قبل القرار بيد إيران؟ لأنه كما يقولون والأخوة العسكرية يعرفون الوحدة بآمرها. طيب أنت أجيت وصرت رئيس وزراء، قائد عام للقوات المسلحة، صرت وزير خارجية، صرت وزير دفاع، لغير كنت تثبت حضورك. الوزير الداخلية العراقي ذاك اليوم يصرح يقول أنا ما أقدر أحول سيطرة من مكان لمكان، يعني هاي أهم معناتها إيران متدخلة بشأن السيطرات. إحنا لا نجي نرمي الكرة دائما بنظرية المؤامرة. الشأن العراقي مخترق. ليش مخترق؟ لأنه ساسته هم أساسا ما أجوا من أجل بناء وطن. صار لنا 19 سنة ما حسينا بأنه حكومة أجت حكومة لا خدمات لا مؤسسات لا حكومة قانون، وبالتالي إحنا صرنا ممر وأرض لتصفية الحسابات. يعني أنا أقول اللي أحب أوصله من خلال برنامج من خلال برنامجك ومن خلال قناتك أنه العراقيين ربما يعانون معاناة لا يتحملها باقي البلدان، ولكن كما يقول الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد صبر العراق صبورا أنت يا جمل، ربما الله خصنا بصبر خصنا بتحمل، وإلا اللي مر على العراق مو هين. بس أنا ألفت نظرك وأرجع إلى موضوع الحشد الشعبي، وأنا أسجل تحفظي على أنه تعودون كلمة ميليشيات ميليشيات، يعني فقط من باب أنه عدو عدوي صديقي. لا يختلف إثنان بأن ألد أعداء أمريكا هي الحشد، لكن نعم كل الحشد ولكن يعني في النظام لما تتكلم بمثلا بالمهنية العسكرية أو بنظام الدول، يعني الدولة ببطن دولة لا تصح، يعني كيف يمكن أن نسمي الميليشيا هي مثلا يعني بالمنطق كيف أسميها مؤسسة عسكرية، وحتى وإن أقرها البرلمان وإن يعني كيف أسميها مؤسسة عسكرية وهي أساسا يعني خارج إطار تتحكم بقرارات الدولة كلها، القائد العام للقوات المسلحة ليس له أمر عليها. نتحول بالسؤال هذا للأستاذ حاتم إن أجبتنا عليه، تفضل. نعم حقيقة دعني أبين بعض الإشكالات في مسألة يعني قيادة الحشد. يعني أولا عندما نتكلم عن الحشد نحن نتكلم عن قيادات هذا الحشد، لا نتكلم عن أفراد جاءوا بنية الدفاع عن العراق، وهؤلاء الأفراد لا أستطيع أنا أن أضع السياق العام في تقييم الحشد الشعبي على هؤلاء فقط، وإنما على أتكلم على الجزء الذي يقود هذه الميليشيات منذ تشكيلها عام 2014 وإلى يومنا هذا. بداية عندما نقول بأنه جاءوا ليخلصوا المناطق وللدفاع عن العراق، المشكلة بأنه أخرجنا داعش ووقعت المحافظات السنية بداعش آخر ولكن بلون آخر اللي هي ميليشيات الحشد الشعبي الإطارية الولائية التي تتبع لإيران. هذه الميليشيات لم تخرج من المناطق السنية إلى يومنا هذا، وارتكبت الكثير من المجازر، ترفض الخروج من جرف الصخر، ترفض الخروج من يثرب، ترفض الخروج من العوجة، ترفض الخروج من مناطق كثيرة في محافظة ديالى، ثم نقول بأنها جاءت لتخليص هذه المناطق من داعش. هناك إشكال حقيقي في مسألة شرعية هذه الميليشيات.
يعني هذا الاستعراض الذي جرى هو جرى لإضفاء الشرعية على ميليشيات الحشد الشعبي التي ارتكبت الجرائم في قرية الهواشة. قبل تقريبا فترة قليلة جدا ارتكبت مزرة في قرية الهواشة بعد أن وقفت الأجهزة الأمنية تتفرج على هذه الميليشيات كيف تقوم بحرق المؤسسات التعليمية والصحية وحرق البيوت وما إلى ذلك من أمور. يعني هناك إشكال حقيقي في بنية هذه الميليشيات التي تعمل خارج إطار الدولة ولا تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة. لا يمكن أن نقول هي جزء من المنظومة الأمنية والعسكرية الآن. يعني حتى في مسألة حضور الكاظمي إلى هذا الاستعراض هم يتهمون الكاظمي بأنه هو الذي كان جزء من عملية قتل سليماني وأبو مهدي المهندس ويتهمونه بالعمالة إلى إيران، ثم يقولون بأن هذا هو الحشد يتبع إلى القائد العام للقوات المسلحة. هذه مغالطة كبيرة جدا يعني في مسألة توصيف الحشد الآن في علاقته بالدولة. يعني عندما نتكلم عن أمور كثيرة الآن في مسألة الشرعية لهذه الميليشيات، هذه الميليشيات الآن تعمل ليس فقط وإنما تعمل ماذا تعمل الميليشيات الآن في سوريا؟ ماذا تعمل الميليشيات الآن في اليمن؟ يعني ميليشيا سيد الشهداء في عام 2018 فتحت باب التطوع للقتال في اليمن، أما الميليشيات التي تقاتل في سوريا منذ عام 2011 إلى يومنا هذا هي ميليشيات كثيرة بحيث لا تعد ولا تحصى. فتحت مكاتب في مناطق الجنوب لغرض التطويع للقتال في سوريا، ثم نأتي نقول بأن هذه الميليشيات هي جاءت للدفاع. هي جاءت طيب لتلفل. هذه الميليشيات تحتاج تمويل قوي، يعني عندما تكون هناك الميليشيات عندما ذراعها في سوريا وذراع في اليمن تحتاج تمويل قوي. هذا التمويل من أين؟ التمويل من إيران. من إيران؟ التمويل ومن الولايات المتحدة الأمريكية التي قبل أكثر من 6 أشهر يعني الكونغرس يناقش مشروع قرار لوقف الدعم المالي واللوجستي إلى ميليشيات الحشد الشعبي بين قوسين منظمة بدر. نحن نتكلم عن دعم أمريكي ونتكلم عن دعم إيراني كبير جدا لهذه الميليشيات التي عاثت في الأرض فسادا خاصة في المناطق السنية. يعني عندما يتكلم الصدر الآن ويقول بأن الدعوة واضحة لهذه الميليشيات بتسليم السلاح مقابل والموافقة على مشاركتهم في حكومة توافقية، ماذا يعني؟ عندما يقول لا يمكن تشكيل حكومة وهناك سلاح منفلت خارج إطار الدولة، بمعنى أنه هذه الميليشيات أصبحت هي التي تفرض سياسة الأرض الواقع بالقوة، وهذا ما حصل في أشياء في حوادث كثيرة، منها عندما تم تشكيل الحكومة السابقة وتم ترشيح محافظ النجف السابق لرئاسة الحكومة، أجبرت هذه الميليشيات هذا المحافظ على تقديم استقالته ليتم توليتها إلى الكاظمي. نحن نتكلم عن فرض أمر واقع في مسألة خلية الدورة، في مسألة قاسم مصلح، والحوادث كثيرة. يعني عندما نتكلم عن جامع سارية عندما قامت هذه الميليشيات بارتكاب مجزرة في هذا الجامع وحكموا بالإعدام وتم إطلاق سراحهم قبل سنة تقريبا. نحن نتكلم عن ميليشيات تفرض الأمر الواقع بقوة السلاح في العراق، ثم نأتي نتكلم أن هذه الميليشيات دافعت عن العراق. طيب. يعني هذه إشكالية حقيقية يعني في مسألة بناء هذه الميليشيات والسماح لها حتى في العمل السياسي والعمل الاقتصادي. طيب اسمح لي ننتقل للدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، يعني ما هي المصلحة الدولية من جعل العراق وفق هذه النظرية، نظرية الدولة ببطن دولة أو نظرية اللا دولة أو الدولة العميقة إلى آخره؟ هل ثمة مصلحة دولية من بقاء العراق على هذا النمط منذ عام 2003 وحتى الآن؟ أول إن هذا السؤال جوهري حقيقة، لأنه هو الأساس في الاحتلال الأمريكي للعراق. لماذا؟ هل كان العراق يشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي حقيقة؟ يعني حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له. الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ مشروعا صهيونيا تدعم الصهيونية العالمية للحفاظ على أمن الكيان الصهيوني، ومعروف أنه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عمدوا على طوال 40 سنة الماضية على تصفية كل مراكز القوى العربية المحيطة بالكيان الصهيوني، وأخرجت المقاومة الفلسطينية من جنوب لبنان بالتعاون مع حزب الله ومع كتائب المعروفة، وكيف أخرجت هذه الغضون، ثم أخرجت مصر من عن الدائرة باتفاقيات كامب ديفيد. فبقى القطب الذي القوي الذي لم يركع لهذا المشروع هو العراق. فبالتالي ضعاف العراق وضعاف القوة العسكرية للقوة، وخاصة بعد أن أسقط العراق نظرية أمن الحدود الكيان الصهيوني في عام 86 و 87 بتطوير المؤسسة العسكرية العراقية الصافية
هنا بدأ الدور على يجب أن يدمر العراق، فبدأت مراحل التدمير العسكري والاحتلال والتآمر المباشر وغير المباشر، ومن ثم إضعاف العراق أصبح هدفا استراتيجيا. الولايات المتحدة الأمريكية عندما أتت إلى العراق أتت على بتهمتين، التهمة الأولى أسلحة الدمار الشامل، وهي اعترفت في عام 2004 وأنا كنت متهم بهذا الموضوع، واستطعنا بأن نثبت للعالم بأن هذه كذبة، ومن ثم العلاقة مع القاعدة التي ليس لها من أساس. وبعد أن تكشف كل شيء أتت الولايات المتحدة الأمريكية لتعلن أنها دولة احتلال وفق قرارات الأمم المتحدة. بنيت المؤسسة العراقية بعد الاحتلال على تدمير المجتمع العراقي وشق المجتمع العراقي أفقيا وعموديا، أفقيا على أساس أفقيا وعموديا، أفقيا على أساس القومي أنه كردي عربي، ومن ثم شقت الصفوف الأخرى على أساس الطائفة، ومن ثم دعمت الطوائف التي كانت تحارب مع إيران في مؤتمر لندن. هذا الكلام ليس سرا، وخليل زاد هو الذي أعطى القيادة لإيران، والتعاون الإيراني الأمريكي في تدمير العراق هو تعاون مشترك، والأحداث تثبت هذا بشكل دقيق الآن. وإلا إطلاق يد الإيران في منطقة الشرق الأوسط بغطاء أمريكي، وإلا كيف تسمح الولايات المتحدة الأمريكية وهو جيش مدس العراق أن تتدخل إيران وتعبر إلى سوريا مثلا؟ كيف تسمح الولايات المتحدة الأمريكية للميليشيات الإيرانية بالعمل علنا في العراق وتدعمها ماليا؟ إذا هناك مشروع تدمير العراق، مشروع تدمير العراق قتل من خلال المراحل المتعددة. أولا الحكومات التي اختيرت أو الأشخاص الذين سموا حكومة، وهم ليس حكومة حقيقية، هم مجموعة عملاء لدول مختلفة ولاءات مختلفة أتت بهم الولايات المتحدة الأمريكية وجمعتهم على أساس التجهيز المتعمد للعراق، تدمير البنى التحتية للعراق، تدمير القوة الاقتصادية للعراق ومراكز القوة في العراق، لسلب المال العام، دعم اللصوص وسرقة المال العام، والأمور كثيرة حقيقة ما تفضل به الأخ علي أنه ماذا قدموا للشعب العراقي، يعني لا صناعة لا زراعة، النفط يسرق وينهب ويذهب هنا وهناك، أموال العراق بمناسبة تمويل كل تمويل للميليشيات أو ما يسمى الحشد في العراق التي تقاتل في سوريا، هذه تمويلها ليست من إيران، هذه تمويلها من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أموال العراق. اسمح لي دكتور أن أنتقل للأستاذ علي الصاحب. أستاذ علي، يعني ميليشيا الحشد متهمة بارتكاب جرائم ضد المدنيين، من معتقلين سلميين ينادون بحقوق مشروعة متظاهري ثورة تشرين، من مدنيين اعتقلوا وهجروا من جرف الصخر وصلاح الدين والموصل والأنبار وغيرها من المناطق، ومغيبين قسريا لا يعرف مصيرهم أين، يعني متهمة بارتكاب تطهير طائفي وعرقي بشكل مباشر. يعني لا يمكن القول بأن هناك يعني أمور فردية تحصل أو تصرفات أو سلوكيات فردية. الميليشيا هذا منهجها والمنهج هو منهج يراه محللون إيراني من أجل تحقيق مشروع التغيير الديموغرافي. يعني ماذا تسمي هذا الأمر؟ يعني أنا بالبداية خلي أثني على حديث ضيفك اللي تحدث قبل قليل وكلام منطقي، وأحب أن داخل وياه بكلمة أيضا. يعني لما انهار الجيش أو انسحب بعد دخول داعش إلى الموصل وبعض المدن، وطالبت القيادات العراقية متمثلة حتى بالقائد العام للقوات المسلحة من أمريكا بأنها تعطيها السلاح، وحتى لو عملت طائرات امتنعت أمريكا أو أخرت الاتفاقية، رغم إحنا عندنا 4 أو 5 اتفاقيات استراتيجية مع أمريكا. يعني ما معناه أنه سمحت الإيران بأنه هي تكون متفضلة على العراقيين باعتبار زودتهم، وهذا شيء ما ينكر. يعني أنا أعرف حتى بعض القيادات السياسية السنية أثبتت أو قالت بالحرف الواحد بأن إيران هي من دعمتنا وإيران هي من أعطتنا السلاح. إذن إحنا نشوف العدوان المركب علينا من كم جهة. نأتي على 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 سؤالك، أنا لا أبرئ ساحة بعض قيادات الحشد الشعبي من أنها ارتكبت مجازر، أولا لكونها غير مهنية، أو لأنه تحمل في داخلها حقد طائفي مقيت، أو هي تحمل أجندة خارجية من أجل تذكية الطائفية من جديد. ولكن بالمجمل لطالما أن الشعب متراصف، ولطالما أن المواطن العراقي يعرف بأن ما من يأتيه أو من يغيبه أو من يقتله هو ليس أخوه الشيعي أو أخوه السني بدافع طائفي، بل هي هناك
ناس مأجورة مدفوعة الثمن من الخارج تحاول أن ترتكب المجزرة هنا وتحاول أن تغيب هنا من أجل أن يتشتت الأمر. أنا أقول وأصر على كلامي، لو كانت لدينا قيادات سياسية من جهة، عسكرية من جهة، ما وصلنا لهذا الأمر. إحنا اليوم انتهت عمليات الموصل وانتهت، صار لنا 8 سنوات، ولكن لحد هذه اللحظة وزارة الدفاع في تصريحها الأخير أو عندما استدعي السيد وزير الدفاع ورئيس الأكار للبرلمان كشف عن ضعف المنظومة العراقية والجيش العراقي صاحب الأرض، ويمكن بعض ضيوفك من السادة الأخوة الضباط المتميزين واللي كانت لهم صولات وجولات يقول لا نستطيع الرد على تركيا، وكأن تركيا أصبحت يعني كأنها روسيا مثلا، في حين أن بعض الفصائل بدأت تقصف تركيا. يعني إحنا اليوم من يأخذ بثأرنا إذا كانت قواتنا أستاذ علي اسمح لي فقط، يعني دعنا في صلب الموضوع لو سمحت إن شاء الله، اسمح لي أنتقل للأستاذ حاتم. أستاذ حاتم الفلاحي، يعني ميليشيا الحشد متهمة بارتكاب مجازر طائفية وعرقية، هل هذا يبرئها إن كان هناك سلوكيات فردية أم أن هذا الأمر هو خط لمشروع إيراني مثل ما يرى محللون؟ نعم، بداية دعني أقول بأن إيران عندما دعمت العراق في عام 2014 دعمتها كجزء من مشروعها الذي تنفذه الآن في المنطقة، وهو احتلال 4 عواصم عربية اللي هي العراق، بغداد، وسوريا، دمشق، ولبنان، وكذلك اليمن. إذن إيران لم تدعم لكي تواجه داعش في العراق، وإنما دعمت لتنفيذ مشروعها وأجندتها الخارجية في هذه المنطقة. يضاف إلى ذلك عندما نتكلم الآن عن يعني حوادث وجرائم حصلت في العراق، لو كانت هذه الجرائم قليلة يعني يمكن أن نقول بأنها تصرفات فردية، ولكن عندما تأتي صحيفة مثل دير شبيغل الألمانية وتوثق مسألة عمليات الاغتصاب والقتل بلا محاكمات وإلى ذلك من جرائم، إذن نحن نتكلم عن نهج تسير عليه هذه الميليشيات. عندما نتكلم في الصقلاوية عن مغيبين لأكثر من 700 شخص، وعن الرزازة لأكثر من 3000 شخص، والموصل لحد الآن منطقة الخسفة لم يكشف عن عدد القتلى في هذه المنطقة لأنه لم يتنفتح هذه المنطقة لحد هذه اللحظة، والمقابر الجماعية أيضا وصلاح الدين وهذه المقابر التي تكتشف في الفلوجة وفي مناطق كثيرة جدا. نحن نتكلم عن نهج تقوم به هذه الميليشيات. هذه الميليشيات أصبحت لديها مشكلة حتى في حاضنتها الاجتماعية التي ساندتها في البداية. الآن هم عندما يقتلون أكثر من 1000 ويجرحون أكثر من 30,000 واحد في مظاهرات تشرين، عدا الاعتقالات وعدا التعذيب وعدا التصفيات الجسدية والاغتيالات وما إلى ذلك. إذن هناك مشكلة حقيقية بأن هذه الميليشيات جاءت في البداية بحجة تنظيم الدولة ومواجهة الإرهاب، ولكن ما لبثت أن انقلبت على حتى على حاضنتها الاجتماعية وبدأت تنكل بهم بطريقة أو بأخرى. نحن نتكلم عن ميليشيا أصبحت تهدد الأمن القومي العراقي وتهدد أمن دول الجوار. هناك اتهامات لهذه الميليشيات بضرب شركة أرامكو في السعودية، وهناك اتهامات لها ليس اتهامات وإنما هناك ميليشيات الآن تقاتل في سوريا. نحن نتكلم عن ميليشيات عابرة للحدود، ميليشيات تنفذ مشروع وأجندة إقليمية في المنطقة، ليس إلا يعني ليس منهج لأفراد يقومون بارتكاب جرائم هنا وهناك، وإنما هناك جرائم منظمة تقوم بها هذه الميليشيات في وضح النهار، وهناك عجز حكومي عن مواجهة هذه الميليشيات. فلذلك أنا أعتقد بأن هناك إشكالية كبيرة، حتى مسألة يعني عندما تكون استعراضات في دائما في البلدان، وخاصة عندما يكون الاستعراض في بغداد يعني، وللقوات المسلحة العراقية تم دعوة البعثات الدبلوماسية لكي ترى مدى التطور الكبير، يعني هي رسالة ردع واضحة إلى الجميع بما فيها الدول المجاورة الدول الإقليمية بأن هذا البلد يمتلك قوات عسكرية نظامية قوية مدججة بالسلاح ومتطورة جدا. ولكن عندما يتم استعراض الحشد الشعبي في ديالة ويتم دعوة السفير الإيراني ودعوة ميليشيا أو مسؤولين من حزب الله اللبناني، ميليشيا حزب الله اللبناني وميليشيات الحوثي، ماذا يعني هذا؟ يعني أن بأن الأمر في العراق لا تديره الحكومة. يعني الآن أنا أسأل حتى أسأل الضيف، يعني من يحدد مصالح الأمن القومي العراقي؟ هل تحددها المرجعية الدينية في النجف؟ هل يستطيع الكاظمي أن يحدد مصلحة العراق الآن؟ من يحددها؟ من؟ هل الميليشيات الآن؟ الآن العراق يحكم من قبل مراكز قوى مسلحة ومتعددة تتصارع على السلطة وعلى النفوذ وتنفذ أجندة خارجية تابعة لإيران. إذن شكرا جزيلا أستاذ
حاتم الفلاحي العقيد ركن الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام لوجودك معي في هذه الحلقة، ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي الصاحب رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية ضيفي عبر سكايب، شكرا جزيلا لوجودكم معنا أستاذ علي، وشكرا جزيلا للدكتور هلال الدليمي الأكاديمي والباحث السياسي ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا دكتور هلال. إذن مشاهدينا الكرام في الختام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.